هو السردية الأساسية اللي قامت عليها الثورات المضادة الكل كانت سردية التخويف من الإسلام السياسي، وتوحي تصريحا وتلميحا بأن هذا حركات الإسلام السياسي مرتبطة وعندها ارتباطات بالإمبريالية العالمية وحتى بالصهيونية. لكن اليوم تظهر المقاومة في أبهى تجلياتها معادية للصهيونية، وتعطي ربما نفس جديد اليوم للتيارات الإسلامية. هل أنتم كتيار إسلامي، حركة النهضة، التيار ممثل في تونس للإسلام السياسي بين ظفرين خلينا نقوله رغم أنه هو مفهوم جدلي، هل ممكن تستفيدوا من هذه الولادة الجديدة اللي قدمتها طوفان الأقصى؟ كيف يمكن أن تكون هذه الاستفادة في جانب آخر من السؤال؟ شوف، أنا ننظر كل حاجة لحركة حماس الإسلامية باعتبارها حركة تحرر وتقود معركة تحرر وطني. هي بطبيعة الحال حركة إسلامية ومرجعيتها إسلامية، لكن هي أساسا حركة تحرر، وبالتالي احنا اليوم نساندها باعتبارها حركة تحرر، مش نساندها لأن نشترك في معناها بعض الأدبيات أو في المرجعية أو في الصفة الإسلامية، لا، احنا نساندها باعتبارها حركة تحرر وطني، وينبغي أن يتعامل معها العالم على هذا الأساس، وأن هي تدافع عن قضية، عن قضية شعب وعن حرية شعب وعن أرض ووطن والسيادة للشعب الفلسطيني وحقه في دولة. معناها الأوصاف الإيديولوجية أو كذا في اعتقادي اللي هي معناها هو هذاك معناها هوية سياسية للمقاومة، ولكن المقاومة هي حركة تحرر، هي وباقي الفصائل كلهم يجمع بينهم هدف واحد هو تحرير فلسطين، واحنا نسندهم على هذا الأساس. ورانا احنا ما نحبوش نقسموا الفلسطينيين، ما نحبوش نفرقوا بين الفلسطينيين، معناها طالما ان هي كلها فصائل معناها مشتركه في الهدف وبمنطلقات مختلفه تعمل على تحقيق نفس الغايه، نحن نسند الجميع. ما يقال على ان الاسلام السياسي له ارتباطات او كذا، اعتقد لهذا يعني هي ما هيش حقائق بقدر ما هي اسقاطات، ومعناها المنطلقه من معناها هو استحضار واستصحاب معناها تناقضات وصراعات ولت اللي احنا اليوم. انا اقول بصراحه ما احناش معنيين به، انا الان لست معنيا بصراع تجد بين عبد الناصر وبين الاخوان، مانيش معني معناها بتجارب توجدت في اقطار اخرى اللي هي معناها رفعت الرايه الاسلاميه، ولكن تجارب معناها يعني ما نلقاش يعني لا تعبر عني ولا اعبر عنها. فبدي هي لها خصوصيه، خصوصيه بلدانها وخصوصيه اقطارها وفي سياقات، سياق تاريخي معين، سياق متاع حرب بارده ما صار في افغانستان هو في سياق متاع حرب بارده، ما صار في البوسنه هو في سياق متاع تفكك معناها المنظومه الاشتراكيه، ما صار في معناها في دول الساحل او في معناها في افريقيا، يعني هو مرتبط بعوامل جيوسياسيه واستراتيجيه لها علاقه بتلك المنطقه. احنا اليوم نحكي مثلا حركه النهضه كحركه سياسيه ذات مرجعيه اسلاميه، هي حركه تونسيه موجوده في سياق سياسي وحضاري تونسي، تونس بموقعها الجغرافي كدولة مطلة على الضفة الأخرى، كمعنى يعني خط التماس الأول مع أوروبا، كخط الدفاع الأول على الهوية العربية الإسلامية والحضارة الإسلامية، في اعتقادي عندنا خصوصياتنا وعندنا مسؤولياتنا التاريخية وعندنا أولوياتنا وعندنا فهمنا أيضا للأوضاع، وبالتالي نتحرك ضمن هذا المنظور الحضاري. ومعناها معناها ما يحصل الآن يصدق رؤيتنا وموقفنا ويؤكد حاجة بلادنا إلى حركات وطنية متجذرة في هويتها العربية الإسلامية، عندها قدرة على أنها تدعم مناعة الدولة وتحصن المجتمع، وكذلك تستفيد منها الدولة في حد ذاتها في أن يكون لها مواقف وأدوار وتأثير من إقليمي أو دولي.